السؤال: إذا قرأ الإمام مثلا سورة العلق وفي نهاية السورة يوجد آية سجدة، فهل يجوز للمأموم أن يسجد عند هذه الآية؟ وإن لم يسجد الإمام، وهل يعتبر ذلك من المخالفة لصلاة الجماعة؟ وهل يجب عليه السجود؟ وما الدليل؟ أقول يا إخوان، نحن تكلمنا عن ذلك، أعني مسألة الوجوب، في قبل قليل في نفس اللقاء هذا، وقلت إن سجود التلاوة الأظهر أنه لا يجب، وإنما هو من باب السنن المؤكدة، ولا يجب على المسلم المأموم أن يسجد إلا إذا سجد إمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأثناء الحديث قال: وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجد الإمام سجد المأموم، وإن لم يسجد الإمام فلا يجوز للمأموم أن يسجد، لأنه خالف بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الائتمام بالإمام. وأما إن كان يريد السجود وأخذ أجر السجود، فإنه بعد انتهاء الصلاة يجوز له أن يسجد بنية سجدة التلاوة للآية التي قرأها الإمام في الصلاة بعد أن ينصرف من صلاته، والله تعالى أعلم. والسجود قلت إنه ليس بواجب سواء كان في الصلاة أم في غير الصلاة. السجود ليس بواجب الوجوب الشرعي، السجود ليس بواجب، وإنما السجود مستحب وسنة مؤكدة، وتكلمنا عن ذلك باستفاضة في أول اللقاء، والله تعالى أعلم.